الحمد لله الله جبر قدرنا روحنا على رفح على الجنوب مش على الشمال، مع وبالرغم من ذلك هم اهلنا وحبايبنا واستقبلونا احسن استقبال وكلنا فلسطينيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. شفنا عذاب الله لله. لما اخذوني عرفوا انه مصاب، خلوني لنص الليل تقريبا الساعه 2 في الليل. اجوني الجيش صاروا بالبوات الوسطير سدر منهان، اخذوني مغمى عليه وركبونا في الجب اللي بركب فيه الاسرى. داروا علي 4 قزايز ميه لتر ونص لترين مسقعه. وصلت غادة مش قادر، ميت. حولوني ندور على مستشفى صاروخ، دخلوني عمليات. الشظيجة تندع الرئتين، كتلتني كتل. لحتى الآن بعاني. هي تو كنت فوق عند الممرضين، طلبوا لي أسعاف عشان أطلع المستشفى، يعملوا لي صورة أشعة وعمل تقرير كامل. احنا اليوم وصلنا رفح الحمد لله، أخذونا بالليل اليهود. كلبشونا من ورا، حطونا في البصات وطلعونا. وظلهم يلفلفوا فينا وطولوا كتير، والحمد لله بخير يعني وصلنا هنا. أنا إلي 20 يوم، في غيره إله 50 يوم، في غيره إله 70 يوم، في أكثر. سيء جدا جدا جدا. سيء سيء كمان، قد ما أقول لك سيء مش حقدر أوفي كلمة سيء. ولسه أبهاتنا وأهالينا لسه ما طلعوش. في إلي أبوي وأخوي لسه ما طلعوش، وعمامي وجوز عمتي وأولادهم ولسه ما طلعوش. بتعاملوا معنا على إن حيوانات، مش معنا على إن بشر. 48 يوم أنا جبل البلد من الدار، رفت الجبال أسوأ ما أسوأ ما تصور. كل على هيك مش أنا، ولسه أنا لسه أسهل من الشاب هذا وشاب غيره وغيره. شفته في المردوان وفي النقب وهنا وهذا. أشوفهم بعدين علينا الضرر. الله يعجبكم الضرر.